كامل تعرفوا شجرة الكريسماس المرتبطة بأعياد الميلاد، لكن هل على بالكم القصة نتاعها؟ تعود قصة شجرة الكريسماس إلى القرن الثامن ميلادي، تحديداً عام 727 في عهد البابا بونيفاسيوس بابا الفاتيكان حينها، حيث كانت تغطي ألمانيا أشجار الصنوبر بالتزامن مع انتشار عبادة إله الثور، وكان الألمانيون يعبدونه كإله للغابات، وكانت عادة القبائل الألمانية الوثنية لإله الثور تزيين الأشجار الصنوبرية مع تقديم ضحية بشرية جديدة في نهاية كل عام، ومن المفترض أن يكون الضحية طفلا من أبنائهم. توجه البابا بونيفاسيوس إلى القبيلة ورآهم يجهزون طفلا جديدا للتضحية وربطوه على الشجرة لتأدية طقوس قربان إله الثور، وعلى الفور تدخل البابا لإنقاذ الصغير وخطب فيهم خطبة دينية حتى اعتنق العديد منهم الديانة المسيحية. قام البابا بونيفاسيوس بقطع تلك الشجرة ونقلها إلى أحد المنازل تخليدا لحادثة إنقاذ الطفل واعتناق القبيلة الديانة المسيحية، وأشار البابا إلى أن تلك الشجرة ترمز إلى ميلاد السيد المسيح الذي أفدى البشرية في اعتقادهم عند صلبه وموته وإقامته حتى إنقاذها من الهلاك. انتشرت فكرة شجرة الصنوبر من ألمانيا إلى الدول الأوروبية والغربية إلى أن سادت كل بقاع الأرض، واعتاد الناس تزيينها بالأنوار والألوان مع وضع نجم كبير مضيء أعلاها، والذي يرمز إلى النجم الذي أرشد المجوس إلى مكان الطفل يسوع في مزود ببيت لحم في أورشليم.